عليكم اخوتي، رجعنا للسلسله المفضله اخوتي، الا وهي سلسله الهدايا. اليوم ما وصلتناش هديه، وصلونا تقريبا 4 ديال الهدايا، قال لي ليك وللزوجه ديالك. شكرا بزاف. الهديه جات من قناه مروان الدخاني، واحد ناشط الفيديو ديالو عجبني وبارطاجيته عندي، قال لي شكرا بزاف حيت بارطاجي الفيديو، داكشي اللي جبت لك انت والزوجه ديالك هديه. بس دايما راسو نفتحوا الهدايا، كنظن انه هذا عرفتوا شنو غيكون فيه. المنقذ البطل اخوتي، اللي ديما كنحاول انه نعتق الاميرة به، سوبر ماريو اخوتي، سوبر ماريو. شكرا شكرا اخويا، شكرا شكرا. هذا غادي نديرو في البيرو ان شاء الله. شكرا شكرا ليك. نفتحوها. او يا سلام يا سلام، شكرا لك بزاف، شكرا شكرا. هذه بطبيعة الحال هذه هدية ديالي انا، شكرا شكرا. ندوزو الهدية الثالثة، شنو غادي يكون فيها؟ الله اكبر الله اكبر، دوزت عليه بالموت بالزربة يا صاحبي، يا ابراهيم كانت تقتلني. هانتوما اخوتي، هدية الزوجة ديالي عبارة عن حقيبة، حقيبة نسائية. شكرا لك بزاف بالنيابة عنها، كنشكروك. شكرا 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 اخوتي العز العز. ندوزو الهدية الأخيرة، الهدية الأخيرة غادي تكون غتكون ديالي إن شاء الله، غتكون ديالي إن شاء الله. لا ما كنظنش أنها ديالي، أنا واقيلا خلاو ليا سوبر ماريو. ماشي ديالي. ترى غتكون فيها هذيك الريحة، ريحة نسائية مع هذيك جيل ومع شنو دوك اللعيبات وكدا. وي 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 وي، بطبيعة الحال رائحة وكدا مع دوك التواشة وكدا وهذي. شكرا شكرا لكم بزاف الإخوان، غنخليكم رابط القناة ديالهم، تيديروا أفلام قصيرة ولكن ماشي أي أفلام قصيرة، اللي نتوما كتعرفوا بواحد الإمكانيات اللي هي بسيطة وفريمو يستاهلوا الدعم ديالكم الاخوان، تيخدموا من نيتهم تيخدموا من قلبهم، ودراري فريمو يستاهلوا الدعم. غادي تلقاو رابط القناه ديالهم اسفل هذا الفيديو. شكرا الاخوان على مشاهده الفيديو، ما تنساوش ديروا لايك ابوني. نلقاو فيديو ان شاء الله. السلام عليكم.